السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب في شرح جديد من قناة تايجر ويب. النهاردة الشرح بتاعنا عن الربح من الإنترنت، والموقع النهاردة الربح فيه بالدولار. والصراحة الموقع النهاردة ناس كتيرة قالت لي إن أنا أشرحه، لأن هو مش موقع جديد جدا وفي ناس شرحته قبلي، لكن أنا بشرحه للمتابعين بتوعي. الموقع في النهاية الربح فيه بالدولار، لكن الربح فيه ممتاز جدا. اما من ناحية السحب فبرضو السحب متاح باثبات سحب، لا هو بالقليل ولا هو بالعالي، وهنشوف دلوقتي الشرح مع بعض. والموقع يعجبكم جدا، لكن قبل ما نخش في الشرح يا ريت لو اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا بينا نخش على الشرح عشان ما نطولش المقدمة اكتر من كده. ده موقع النهاردة، وزي ما انتم شايفين الموقع باللغة الاجنبية، احنا نعربه عشان نشوف الموقع ده بيتكلم عن ايه. هو بيقول لك هنا اربح المال من صفحات الاعجاب، يعني من تبادل الاعجابات والحاجات ديت زي اليوتيوب وانستجرام والكلام ده، وبتاخد نقاط. هنا الربح بالنقاط، وبعد كده بتحولها دولار، يعني بدل ما بيخليك تربح بالسنت وكده، لا مقسمها لك زي نظام النقاط. وسعر النقاط تملي بيتحسب في الموقع ده، مش اللي هو هترجع تحول بعد كده، لا انت بتسحب بيجي لك الايه السحب بتاعك دولار. طيب تمام، اول حاجة نروح على كيفية التسجيل. هنضغط هنا كيفية التسجيل كالآتي يا جماعة، موضوع سهل: اسم المستخدم، بريد الكتروني، كلمة السر مرتين. هنا بيقول لك الرقم، وهنا الإحالة لو في رقم الإحالة، بس هنا ده اختياري. وبتحط الكود ده هنا اللي بيظهر لك هنا، ودوس انضمام. ممكن يبعت لك رمز تفعيل او لا، يعني هو بيقول لك يبعت لك رمز تفعيل. المهم فعلنا الحساب وكل حاجة، دلوقتي سجلنا على الحساب. طيب ازاي نربح؟ ازاي هنا عندنا هنا اختيارات كتيرة ما بين الفيسبوك واليوتيوب وانستجرام وتويتر وباقي الحاجات دي، لكن احنا طبعا زي ما انتم شايفين هم مهتمين اهم حاجة بالاربع حاجات دول. يعني مثلا اعجابات انستجرام، هنا اعجابات انستجرام ممكن تديك نقاط، مثلا عندي 600 نقطة 610. لو جينا هنا مثلا على كلمة مثل، مثل دي يعني اعجاب حسب الترجمة، بيفتح لك الصفحة دي فبتدوس اعجاب، وبترجع تقفل الصفحة تاني، وهنا بيحط وهنا ضاف لي النقط زي ما انتوا شايفين بمنتهى السرعة. لو جينا هنا عند حاجة تاني، انا الحقيقه مش عارف الموقع هنا بيعلق ولا لا، لكن لو ظهرت نفس الصوره ساكو لو لغيتوها برضو بيحسب لك النقاط، فانا مش عارف ده بقى خلل في الموقع ولا ايه. مش مشكله، ادام شغلنا محسوب فمش هتفرق، انت ممكن تشتغل على كده وتكمل عادي، يعني تفضل تلف عليهم هم الاربعه. برضو ماشي، المهم هتشتغلوا على النظام ده كده. لو فضل مثلا نجرب كده نعملها تاني كده نشوف هيكسبنا. لا لازم نشوف حاجة جديدة او ممكن يكسب. تمام، يعني لو علق معاكم كده ممكن تعملوا فريش، الموقع هيرجع يشتغل تاني ومفيش اي مشكلة. كان نظام بقى يا شباب ده على كل حاجة، على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وانستجرام وتويتر وكله، يعني عندك كذا حاجة بحيث ان انت ما تشتغلش بحساب واحد. طبعا معلش ان انا قطعت عليكم الفيديو، لكن بس حبيت ان انا اوريكم الشغل على الموقع ده. انا برضو مش شغال كل يوم، بس كل كان انا عامل احالة تحتية وبشتغل من خلالها من على الحساب ده، بحيث ان انا بجمع الحساب ده بيجمع والحساب التاني شغال، واديني ساحب اهو 1000 روبل، وهنا في 100 روبل برضو جاهزين للسحب، لكن انا مخليهم في الموقع دلوقتي لان الموقع ده السحب فيه كل 100 روبل، وانا عايز اجمع مثلا كده مش محتاجهم. فلما احتاج روبل مثلا لشغل معين لموقع عايز اجربه في الايداع، هبقى اسحب الروبلات اللي هنا. اما الموقع التاني انا شرحته قبل كده على سبيل الربح، هو فعلا موقع مربح جدا لكن بشكل مختلف. لازم الاحالة اللي انت تجيبها تعمل ايداع في الموقع، ومن خلال الايداع ده انت بتكسب. لكن برضه انا كنت مجمع عدد نقط كتير جدا وقدرت ان انا استفيد بيهم.
خدت حساب انستجرام من عندي كان قديم، وحطيت فيه كل النقط اللي كان عندي في الحساب، وعليت الحساب ده وبيعته برضو برقم كويس. وطبعا بيع الحسابات انستجرام بيتباع غالي جدا، حتى المتابعين بتوعه لو انت عندك متابعين نشيطين، مع طبعا اللي هيكون من هنا اللي هو يعتبر وهمي، فبالتالي برضو هيعمل معاك سعر كويس. فبس حبيت اقول لكم ايه الخطوتين دول، يعني الموقعين انا شغال عليهم يدوي، عشان تقدروا حجم المكسب اللي ممكن تكسبوه من الموقع التاني. يعني هنا النقرة زي ما تقول بتمانية سنت من الروبل، فبالتالي الدولار بواحد، الدولار بتمانين روبل، فبالتالي في فرق كبير قوي، يعني عشان تعرفوا ان الموقع اللي انا بشرحه مربح جدا. دلوقتي نرجع نكمل الشرح. ايه الخطوة اللي بعد كده بقى لو اشتغلنا على الموقع وجمعنا النقاط المعينة؟ يعني احنا عايزين نعرف النقاط دي تتحسب معانا كام. احنا نحول الموقع للغة عربية. قبل ما نخش على موضوع المصروفات والمدفوعات، عايز اقول لكم حاجة، لو انت اشتغلت على الموقع بصفة مستديمة، هنا في مكافآت يومين بتاخدها، لكن المكافآت اليومين دي على حسب عملك. لازم تعمل 15 لايك، يعني عدد النقرات والاكشن اللي انت بتعمله في الموقع، وبتيجي هنا تكسب ال 100 نقطة اضافيا. وهنا لازم تحط الكابوتشا دي، يعني خلي بالكوا ان دي مكافآت يومية بتخش تعملها بعد شغلك في الموقع. تمام. هنا لو انت عايز تشحن النقاط، طيب نشوف هنا نظام الإحالة. تمام، هنا بيقول لك قم بتكرير النقاط بتاعتك، يعني زي ما كده الإحالة بتكسب لا إما 50% لا إما 100%، لا 10%. عفوا أنا توقعت كده من الكلمة اللي فوق. تمام، أنت هنا لو أنت جمعت مثلا صحابك، أو ممكن تعمل حركة كويسة، أنت ممكن تعمل حسابين لنفسك، يعني لو أنت عايز تضعف أرباحك ركز معايا في دي. أنت ممكن لو أنت معاك 2 جيميل ولا حاجة، أو 3 جيميل ب3 أرقام تليفون، فأنت تعمل ايميلين ويكونوا الاتنين إحالة لبعض، فبالتالي أنت هتشتغل وبرضو الحساب التاني بيزيد، يعني أنت كده بتضعف شغلك. والموضوع ده ناس كتيرة عاملينه في موقع لحظات، موقع جيت لايك، ومواقع تانية كتيرة بيشتغلوا في نفس الحساب وشغالين تمام. انا نفسي ساحب من الموقع جيت لايك لغاية دلوقتي 1100 روبل، 1100 روبل لحد دلوقتي، اللي انا عامل كام حساب لنفسي كده وشغال بيهم احالة لبعضهم. تمام، فانت ممكن تعمل الحسابات دي، يعني نظام الاحالة مش لازم تدعي حد، انت ممكن تعمل لنفسك الكلام ده، ولو عندك حد يبقى احسن واحسن، فبالتالي بتكسب فيه 10% من شغله. تمام تمام لان هنا بيقول لك سوف تحصل على 100 نقطة من كل حالة ناشطة، يعني هو اصلا الحالة اول ما تخش معاك هتاخد 100 نقطة، وهنا بقى 10% من كل اللي هو بيعمله الحالة ديت. وهنا اصحاب المواقع اللافتات بقى، لو انت معاك موقع ولا حاجة ممكن تحط اللافتة دي عندك. عندك هنا كذا حجم كده، يعني حجم معينة بتختار الحجم اللي يناسبك وتحط اللافتة دي عندك. ممكن تعمل ترويج للموقع عندك، وده زيه زي رابط الإحالة، يعني أي حد هيسجل ويشتغل على الموقع أنت مستفيد. طبعا الكلام ده لأصحاب المواقع الكبيرة، فلو دخل لك 10 إحالات يوميا، 2 منهم هما اللي هيشتغلوا، والتمانية التانيين هيدخلوا مش هيفهموا حاجة، فمش هيعرفوا أي حاجة في أي حاجة، مش هيعملوا حاجة أصلا. فبالتالي لو الاتنين دول بس هما اللي اشتغلوا، تخيل لو 2 كل يوم عندك، انت ممكن تجمع لك هنا 10 15 دولار يوميا لو انت صاحب موقع كبير طبعا. اما لو انت شخص عادي، انت ممكن تدعي الناس القريبة منك وبرضه هتربح. طيب ايه تاني في الموقع ده؟ نخش بقى على المصروفات. احنا كده شرحنا كل حاجة ممكن تكون عايزة شرح في الموقع ده. طبعا بقى الحاجات انت تعرفها بنفسك، يعني انت هنا مش محتاج تضيف حسابات، انت مسافر ما بتفتح حسابات على نفس الموقع اللي انت فاتحه. يعني انا حاليا فاتح يوتيوب عندي، فاتح فيسبوك، فاتح انستجرام، فاتح تويتر، انت تلقائي الحساب اللي مفتوح هينقلك عليه، يقول لك اعمل اعجاب ولا ربط ولا شروط. يعني موقع جيت لايك لازم تربط الحساب، وكذلك المواقع الروسية كلها بتطلب ربط حساب وشروط وحاجات، لا الموقع ده اجنبي ومش بيطلب منك الكلام ده. نخش بقى على المصروفات.
تمام، زي ما انتوا شايفين ال 835 نقطة عاملين معانا 2 سنت و8 يعني مش 28 سنت، دول هم 2 سنت، يعني هنا فاصلة زيرو، تمام. فهنا لو هنا واحد وهنا زيرو يبقى كده 10 سنت، يعني قول 3 سنت، تمام. يعني لو كملناهم مثلا عملنا مهمتين تاني يعملوا 3 سنت. طيب 3 سنت في دول مثلا لو كل 50 يعني بشكل ولا حاجة عامة. هنا الدولار ممكن تعمله معاك في شغل ساعة أو ساعتين بالكتير، بحيث إن أنت تشتغل ثابت. أنت عندك أهو 4 مواقع وكل نقرة ب50 نقطة، أنت حسابها مع نفسك وشوف هتعرف تكمل هتكمل. لكن أنا شايف الشغل على الموقع ده ممتاز جدا ومربح كمان. هنا أنت بتقدر تسحب من عن طريق البيتكوين والميزة ديت وباي بال. طبعا باي بال هو اسرع حاجه ممكن تسحب بيها هنا، والحد الادنى دولار ونص. هنا بيقول لك عندما تجمع المال بيقول لك تطلب العدد، يعني في غضون 3 ايام بيكون او اقل يمكنك الغاء طلب الدفع الخاص بك، تغيير عنوان الطريقه، يعني تفاصيل عمليات الدفع بتاعتك، وهنا بتسجل المدفوعات بتاعك. المهم ان بيوصل لك الفلوس خلال 3 ايام او 5 ايام. تمام يا شباب، متهيألي مفيش حاجة تاني ممكن تكون عايزة شرح في الموقع ده. أشوفكم على خير في شرح جديد من قناة تايجر ويب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.